السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقبل الله أعمالكم وطاعتكم إن شاء الله. لو طلق الشخص زوجته وذهبت إلى بيت أهلها، هل يجوز لها في أيام العدة أن تسافر بدون علم زوجها أم لا يجوز؟ طبعا الطلاق قسم الفقهاء إلى قسمين: طلاق بائن وطلاق رجعي. الطلاق البائن عبارة عن ذلك الطلاق الذي ليس للزوج الرجوع إلا بعقد جديد، مثل طلاق الخلع أو المباراة. طلاق الخلع هو الذي يكون سببه كراهية الزوجة للزوج، الزوج مو كاره لكن الزوجة هي اللي كرهته، هاي يسمونه طلاق خلع. المباراة أن تكون الكراهة من الطرفين، هم الزوجة تكره زوجها هم الزوج يكره زوجته. طلاق الخلع وطلاق المباراة يقع بائن، يعني إذا طلق الزوج زوجته بمجرد وقوع الطلاق ليس للزوج بعد أن يرجع فيها، خلاص انتهى الأمر إلا بعقد جديد. ومرة يكون الطلاق رجعيا وهو الغالب، وهو فيما إذا كانت الكراهية من الزوج فقط وليس من الزوج، هو الرافض، هنا يقع الطلاق رجعيا. سمي بالطلاق الرجعي لماذا؟ لأن من حق الزوج أن يرجع في زوجته ما دامت لم تنتهي العدة. لم تنتهي العدة اللي هي عبارة عن 3 قروء، 3 حيضات، وطبعا هذا يختلف اختلاف النساء، كم مرة تجيه في الشهر؟ مرة واحدة في الشهر يعني 3 أشهر، مرتين في الشهر يعني 1.5 شهر. هذه الفترة من حق الزوج أن يرجع، ولا يشترط رضا الزوجة، لا، له أن يرجع من دون رضاها، ومن حقه أن يرجع، والزوجة ملزمة بالرجوع. لماذا؟ لأنها تعتبر هي زوجة في الواقع، ولهذا يجب على الزوج في أثناء العدة أن ينفق على الزوجة، ويجوز له أن ينظر إليها في أثناء العدة، بل عليه أن يبقيها في البيت. ما من حقه يطلعها منين؟ من البيت. هي تقول أنا أبقى قاعد في البيت، من حقها أن تجلس في بيتها إلى أن تنتهي العدة، وفي مدة بقائها في البيت يجوز أن ينظر وتنظر إليه، لا مانع من ذلك، بل يستحب لها أن تتزين له لربما يتراجع. المهم أن المطلقة رجعيا هي في الواقع وإن كانت مطلقة، ولكن حكما هي زوجة ينطبق عليها أحكام الزوجية، ولهذا لا يجوز له أن يتزوج بأختها قبل أن تخرج من العدة، ولا يجوز له أن يأخذ الرابعة إذا كانت عنده 4 لما تطلع منين؟ من العدة. زين، نرجع لها. إذا كان قد طلق طلاق بائن خلاص، بعد هي أصبحت أجنبية، إذا راحت بيت أهلها من حقها أن تسافر، وليس للزوج ولاية على زوجة المطلقة خلعيا، تقدر تسافر من دون أن ترجع إلى زوجها، لا مو زوجها أساسا. أما إذا كان الطلاق رجعيا، وهذا اللي قلنا طلقها والآن قاعد بيت أهلها مدة العدة، قلنا هي بحكم من؟ الزوجة. وكما تتذكرون قلنا أنه ليس للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. فنرجعنا الآن سفر الزوجة مثلاً هي بيت أهلها كيف يختلف؟ مرة هو اللي أخرجها من بيتها، من بيته كما هي العادة، ما يبغي يقول له روحي بيت أهلك، فهو اللي أخرجها. إذا هو اللي أخرجها انتهى القضية، ما يجب عليها أن تستأذن من عنده. صورة ثانية، لا هو ما أخرجها لكن ما ألزمها بالبقاء، قالت تروحي روحي ما عنده مانع، يعني برضا خروجها وين؟ برضا، وهنا يجوز لها أن تسافر. ومرة ثالثة لا، هي خرجت من دون رضا أصلا، هي طالعة من دون، ربما قبل الطلاق هي طالعة أساسا، زين، فهي طالعة من دون رضا. إذا خرجت من دون رضا لا يجوز لها السفر إلا باستئذان من عنده،
إلا إذا أن يكون ماذا؟ راضياً. مو بس السفر، أي مكان آخر، بقاؤها في البيت أهلها لا يجوز إذا لم يكن برضا، إلا في حالات وجود الحرج الشديد أو وجود الضرر، مثل ما بينا مسألة سابقة وقلنا أن الزوجة لا يجوز لها الخروج إلا في حالات معينة، إما وجود حرج أو ضرر أو لأداء واجب شرعي أو علاج ضروري. نعم، فبالنتيجة نقول أن الزوجة إذا طلقت وبقيت في بيت أهلها، إذا كان ذهابها إلى بيت زوجها بإذن ورضا الزوج أو هو اللي أخرجها، خلاص يجوز لها أن تسافر، ولا يشترط أن تستأذن من حتى في أيام العدة، ما أي مانع في هذا الحال. أما إذا كان خروجها من دون رضا الزوج والزوج باذل لبقائها وين؟ في البيت حتى بعد الطلاق، قال قعدي مع عيالك، هي مو راضي تقعد مع عيالها، إذا لم يكن في بقائها حرج ولا ضرر لا يجوز لها الخروج حتى بعد الطلاق، بل يجب عليها أن تمسك بيتها إلى أن ماذا؟ تنتهي العدة، ولا يجوز للزوج أن يخرجها أيضا، بل من حقها البقاء، ويجب على الزوج أن ينفق على زوجتها. والحمد لله.